كلمة فنان شامل تنطبق عليه حرفيا، أداؤه هايل في المسرح، في السينما، في التلفزيون، أعمال درامية، أعمال غنائية، أعمال موسيقية، صاحب الفور إم وصاحب الأعمال الجميلة، الفنان القدير عزت أبو عوف. مساء الخير والسعادة. ميري كريسماس. شايف الفرحة والعيد حاجة يعني من أجمل ما يكون فعلا. هلو دكتور عزت، العيد بالنسبة لك يعني ايه؟ الفرحة، بس لو ما كانش في التلج الجامد قوي. مش كده. ان احنا درجة حرارة البلد كام دلوقتي؟ اتنين تقريبا. يعني احنا دافيانين قوي قوي قوي، عايزين نقول لكم. دايما دكتور عزت الناس بتحب انها تعرف كل حاجة عن الفنان اللي بتحبه. حضرتك نجم كبير والناس بتحبك في اي حاجة بتقدمها لها، مذيع حبوك، مغني حبوك، موسيقي حبوك، ممثل حبوك. عايزين نكشف جزء من شخصية عزت أبو عوف الانسان مش الفنان بقى. عايزة احاول ابعد عن الفن بقدر المستطاع. والله صدقيني انا بني ادم عادي جدا ومتعمد ان انا ابقى عادي جدا طول حياتي، ما بغيرتش. لا يعني لا شهرة غيرتني، ولا ان انا مش عارف ايه، ما انزلش في الشارع ولا اخاف، بالعكس تماما انا زي اي بني ادم تاني بيبقى ماشي في الشارع بالظبط. وتعمدت بجد ان شغلتي، لان في ناس شغلتهم بتاثر على شخصيتهم. مظبوط. انا حاولت بايديا واسناني زي ما بيقولوا ان انا ما بقاش كده ابدا خالص. يعني بصراحه الغرور ما قربش من شخصيه عزت ابو عوف؟ لا الحمد لله خالص. لا الحمد لله. لا والله ابدا. لا الحمد لله. انا شفت بعيني الحقيقه ازاي انت محب تجاه الناس اللي بيحبوك، ويعني في حاجات كتير هنعرضها من خلال شاشه اي ار تي، وطبعا زي ما احنا معودين كل مشاهدينا ان اي ار تي في كل مكان حتى في امريكا. النهارده احنا في نيويورك في مانهاتن تحديدا. بالزبط. وشجرة الكريسماس دي عندك عليها انت معلومات كنت بتقولها لي. بينقوا اكبر شجرة كريسماس في كل الولايات امريكا، شجرة بحقها حقيقي يعني. شجرة بلعبة. وبيزينوها بيحطوها في السكوير هنا. مظبوط. يعني بجد فرحة العيد هنا مختلفة عن اي بلد تاني. امريكا برضو، نيويورك بالذات كمان يعني، فاكيد هتبقى مختلفة. ولو اني بيني وبينك انا بحن قوي ان انا اعمل العيد بتاعي في بلدي وفي وسط ناسي بجد كل الجمال. والله ما بتحاولش تسافر كل سنه على في نيو يير على اساس إن... كنت بس دلوقتي علشان ظروف الشغل وكده ما بقتش. وبعدين ابتدى يجي لي حاجه غريبه جدا، ابتدى يجي لي هوم سيكنس، حنين بشع للوطن بقى، حاجه اول مره اجربها يمكن عشان البعد جامد. ما لو اني جيت امريكا قبل كده باني عجزت. لا مش ممكن. انت لسه شباب والمعجبات كتير قوي. انا شفتهم بعيني هنا، مش ممكن يعني. لازم مدام فاطمه تغير. لا تقولي كده قدام مراتي. لا هي مش سامعه يعني، هي في العربيه دلوقتي. عايزه اعرف الجمال بالنسبه لعزت ابو عوف هو ايه؟ الله جميل اللي يحبه الجمال، كل حاجه تبقى جميله بتبقى واضحه. الجمال ده اهم حاجه في الدنيا. غير الجمال ما اعتقدش ان الدنيا كانت كملت ابدا ابدا. الجمال هو الجمال، ما لا يعرف، كل شيء جميل يبقى جميل. الحب اهم حاجه في الدنيا، ومن غير الحب مفيش دنيا. يعني الجايزه بالنسبه لعزت ابو عوف هي ايه؟ الناس والحوارات اللذيذه كده زي ما حضرتك بتعمليها معايا. حبيبي صدقيني والله بجد صحيح يعني بجد. طيب الجرح؟ الخيانة، أعتقد الخيانة وحشة قوي. الخيانة أوحش حاجة، أو الكلمة الوحشة عموما، الكلمة اللي تأذي أو توجع أو تضايق. في موقف معين ضايقك أستاذ عزت؟ أنا بفوت يعني، مكبر دماغي بتفوت فاهم إزاي. فلا الحمد لله ما فيش حاجات كتير بتضايقني. لا ما فيش. الصداقة أهم حاجة في الوجود، من غير الصديق كمن ساعي إلى الهيج بغير سلاح زي ما بيقول. ده يعني الصحافة هيداسوا الناس، هيداسوا هيداسوا، مفيش فايدة. الصحافة هي طرفي المقص مع الفنان، مهمة جدا جدا. ومهما قالوا لازم تسمع هما بيقولوا ايه. يعني انت شايف الناس بتصدق الصحافة مهما كانت صح؟ لا انا بتكلم عليا كشغلتي كفنان. لازم اصدق يعني مش جاي من فراغ، لازم اعرف. طيب المسلسل اللي كان عزيز على قلبك في رمضان ده ايه؟ يحيى العدل. يحيى العدل كان مسلسل جميل جدا. وكمان خيمة أبو عوف كانت منورة القاهرة بسهرتها في رمضان، وسهرية مع الفنانة صفاء أبو السعود مرتين بالظبط. فاحنا على طول دايما متابعينك. بس أنا عايزة أعرف رغم ازدحامك الرمضاني قدرت أنك أنت تيجي هنا لأمريكا عشان مسرحية بادي جارد والعروضات بتاعتها. كنت تعبان، كان عندك حاجات كتير، رغم كده
يعني عايزه افهم. بصي في شغل كتير كان في مصر الحمد لله، لكن انا سبته كله لان انا قعدت في امريكا، ده كان حلم من احلام حياتي والحمد لله اتحقق. اول مره رحت، احنا عملنا في اتلانتيك سيتي 3 حفلات، رايحين لاس فيجاس ان شاء الله مظبوط ان شاء الله، وهنعمل حفلات كمان يمكن نطلع ديترويت محدش عارف، هنلف لفايه لذيذه كده. الجمهور العربي هنا بيقولوا انه متذوق مختلف عن الجمهور العربي في بلادنا، نهم للفن المصري، نهم للفن نهم مهما كانت جنسيته، ده اللي انت حسيته يعني فظاع، ومقبلين وحابينك ومشتاقين لك وحشاهم كل حاجه، حب الناس يساوي اي حاجه، مفيش حاجه في الدنيا صدقيني لا فلوس ولا غير الصحة. الصحة وحب الناس. ولادك بالنسبة لك مريم وكمال وحشيني قوي قوي، ونفسي اشوفهم، وبقالي مدة طويلة ما شفتهمش، وحاسس ان انا عايز اشوفهم بجد. مريم بتغير عليك قوي انا سمعت، وانت كمان بتغير عليها قوي. ايوه عندك حق، انا بغير عليها وهي بتغير عليا، بتغير عليك من المعجبات اكتر من امها. وبتجيبني من قفايا شدني. والله العظيم في موقف معين مرة حصل كده، كنت بصور مع عمرو دياب الكليب بتاعه اللي كان اسمه راجعين. مظبوط. وكان مليان بنات صغيرة، بنت مش قصدها خالص جاية بتتفرجني، مش فاكر كانت ايه، كوليه ولا فستان، وبتقول لي حلو ده ولا كده، فانا قلت لها شكله لذيذ كده بنتكلم، شداني من قفايا مش ممكن، شايف عليك تقف تكلم واحده قد بناتك مش ممكن تجنن. وهي دلوقتي موجوده في لندن بتدرس مش كده؟ مظبوط. كمال كمان ليه رغبه ان هو يكون مخرج، هو بيشتغل اوريدي في المكتب مع شريف عرفة بمكام. يعني ابتدى فعلا. أيوة. انت مش يعني مش عارفه مهنه الفن، الوسط الفني عندي صاحبي ناجي كامل ده اخويا. جوه الوسط الفني في حسين فهمي طبعا، محمود ابيل طبعا، كل ده نعرف بعض من مش عايز اقول لكم كم، يسرى طبعا مش كتير، لكن بنحب بعض قوي واصحاب قوي بجد، اصحاب حقيقي مع بعضنا يعني. بتندر الصداقات في الوقت الحالي مش كده؟ خاصه في يعني مجال الاعلام او الوسط الفني او مش عموما بس نقدر الصداقه نخليها شامله، مش الصحوبيه. ايوه لا اصحاب عدد شعر راسي يعني، لكن الصداقه صعب طبعا، صعب جدا. عزة أبو عوف، إيه الحلم اللي لسه نفسه يحققه؟ إن أنا بجد الحلم إن أنا ربنا يفضل مديني الصحة أطول وقت ممكن أنا وعيلتي، ويحفظنا لبعض وما يفرقناش عن بعض أبداً. صحيح بجد. يا رب ده أجمل حلم. الناس هنا أكتر من شخص قبلك في الشارع، وإحنا دلوقتي ماشيين في مانهاتن بيسألوك عن الفور إم. الناس حباك كمغني اللي انا شايفاه مخضوضه بجد، يعني انت كممثل مفيش كلام، محترف، بس برضو كمطرب لوك ات ذات واو يو لوك بيوتيفول مان، يو لوك بيوتيفول، ميري كريسماس، ميري كريسماس، هابي نيو يير، لوك ات ذات هيز ماي مان. هيغني امتى؟ هيغني لوك ات ذات، او ماي جاد، كان يو توك، ما بيتكلمش. هيغني امتى عزة ابو؟ لا ده كان حلم وراح، ده كان حلم جميل الفور ام وراح. اوكي مش الفور ام بس، واحنا جايين دلوقتي في السكه كنت شايفاك عمال تدندن وتغني زي الهوا مع عبد الحليم. أيوة وصوت من اجمل ما يكون يعني كدام. قادر انك انت عبد الحليم مش اي حد يقدر يغني له. بصي صاحب بالين كداب، فمدام اشتغلت في ده فما اعتقدش انه ممكن ان انا اعمل الاثنين في نفس الوقت للاسف، يعني لو عملت دي لازم ابطل ده، ولو عملت ده لازم، وانا فرحان قوي بموضوع التمثيل ده بيني وبينك بجد. انت تفتكر الفيلم الاستعراضي مش ممكن يرجع معاك؟ يا ريت، ده حلم، ده حلم. طيب انا نفسي قوي جوزيف ياخد شجره الكريسماس. يلا يا جوزيف، يلا ونكمل برضو كلامنا. يا ريت، احنا تلجنا جدا، هو برد جدا. ها يا لوك ذات، واو، ميري كريسماس وهابي نيو يير، واكيد اعياد المسلمين والمسيحيين اعياد واحده، ودايما احنا مع اي ار تي اكيد احنا دايما مع اي ار تي هنكون معاكم ومع نجومكم اللي بتحبوهم. ميرسي يا دكتور قوي.